بالحلقات السابقة كنا عم نحكي مع بعض عن تغذية الأم، وحكينا عن فترة الحمل، وحكينا عن فترة الولادة والتغذية خلال فترة الرضاعة، تغذية الأم وفوائد الرضاعة على الطفل اللي خلقان لمولود جديد. هلأ وصلنا لمرحلة جديدة واللي هي بعد عمر الست شهور. اليوم رح نحكي مع بعض عن تغذية الرضيع من عمر ست شهور حتى عمر سنة، والأطعمة الصلبة اللي بدنا ندخله إياها، كيف مندخلها للطفل تدريجياً، شو الأطعمة المسموحة، شو الأطعمة اللي منا مسموحة خلال هيدي الفترة. بعرف إنه في كتير أمات بهيدي الفترة بيكونوا شوي محتارين لأنه يمكن ما عندهم المعلومات الكافية، وأوقات كتير حتى طبيب الأطفال ما كتير بيعطي المعلومات الكافية للأم، ممكن يقول لها دخلي له خضار، دخلي له فاكهة، بس مش بالتفاصيل اللي رح نحكي فيها اليوم مع بعض، وإن شاء الله أكون عم فيد عن جد كتير من الأمهات اللي عم بيحضروني واللي بحاجة يكون عم وصل لهم هالمعلومات. أول شيء وأهم نقطة نعرفها، كيف نعرف إنه الطفل جاهز إنه ندخل له هيدا الطعام ولا لا؟ أول شيء تدخيل أو إدخال الطعام للطفل ممكن يكون بين 4 لـ6 شهور وحسب جهوزية الطفل، يعني هذا الشيء منحدده عن طريق بعض الإشارات للطفل، هو بيعرفنا عليها وهو بيقلنا إذا مستعد أنه يستقبل الطعام الصلب ولا لا. شو هي هالإشارات اللي بتبين عند الطفل؟ أول شيء الطفل لازم يكون قادر أنه يتزن ويقعد وحده ويتزن، وأنه يقدر يجلس راسه وكتفيه من دون ما يروح ويجي كتير. لما نلاحظ انه الطفل كمان قادر او صار يعرف يحرك لسانه مع وجود الطعام بالفم، يعني صار يعرف يمكن اول مرة وتاني مرة مندخل له اللقمة بتمه يرفضها، بس بعدين منحسه انه لا عم بيعرف انه لازم يبلع. في كتير اطفال مندخل لهم الطعام على عمر 4 شهور وما بيكونوا جاهزين، ممكن بيكونوا عم بتفوا الطعام كتير او ما بيعرفوا يبلعوا، هون الطفل بيكون منه جاهز، لازم ننطر بعد 5 أو حتى 6. كمان لما نلاحظ انه الطفل، لما الاهل او الكبار قاعدين عم ياكلوا عم يتناولوا الطعام، ونلاحظ انه الطفل مهتم وعم بيطلع عليهم بطريقه انه انا بدي انه اللي عم تعملوه بدي اعمله معكم، بدي اتناول معكم الطعام، لما نحس انه الطفل كثير محمس بقعده الاكل، فهيدا الموضوع بخلينا نقول انه الطفل جاهز كمان انه يتناول الطعام. كمان لما نلاحظ انه الطفل بطل عم بيشبع من كميات اللبن، ان كان عم بيرضع لبن طبيعي ولا لبن صناعي، منحس انه صار كتير بدنا نزود له. اول شيء صار عم يطلب اكتر، اذا عم يرضع رضاعة طبيعية صار عم يطلب اكتر اللبن الام، وبهالفترة مفروض يبلش يخف لأنه عادة وقت الرضعة بصير أطول لأنه صارت معدته أكبر، فإذا لا بلش يزيد وكل شوي عم يطلب، يعني الطفل صار ممكن ندخل له مأكولات. ونفس الشيء للبن الصناعي، إذا الرضعة صارت أكتر من احتياجاته بهيدا بعمره، هون منحس أنه لا الطفل ما عم يشبع من الكميات اللبن اللي عم ياخدها، وأصبح بحاجة لكميات طعام أكتر، وأصبح بحاجة لطاقة تكون عم تدخل لمعدته غير من يعني من مأكولات تانية غير اللبن اللي هو إن كان صناعي ولا اللبن الطبيعي. هيدي هي العوامل اللي بتخلينا نقول إنه الطفل جاهز يتناول الطعام.